اليوم موضوعنا هو الإينام في الجافا. الإينام في الجافا هي عبارة عن مجموعة أو هي تعتبر شيء خاص من الكلاس، ممكن تعتبره ككلاس خاص جدا. الإينام هو نوع من الداتا تحتوي على ثوابت ثابتة، يعني تحب انه انت مثلا فلنكن انه انت في تحب تعمل داتابيز لمطعم مثلا او لمجموعة موظفين، انت بدك انه هذا الموظفين ما يتجاوز اقسامهم عن مجموعة اقسام، مثلا IT developers اي قسم اخر كان HR human resource for example، انه هذا الثلاث اشياء. الإينام الفكرة من عنده أنه ممكن يعمل لك contain لهذه الأشياء، يعني يعمل لك محتوى أنه هذه الأشياء هي ثابتة ما ممكن تغييرها أو تجاوز عليها. طبعا ممكن تعملها مثلا للويك، للأسبوع، أيام الأسبوع عندك Sunday, Monday, Tuesday، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة. كذلك إذا فكرت بالdirections مثلا أنت عندك فقط شمال، شرق، جنوب، غرب، في أشياء ما ممكن انه يتجاوز اكثر منها، يعني مثلا عندك ايام الاسبوع ما عندك غير من السبت للجمعة، يعني اكثر بيناتهم، يعني بعد ما عندك ايام اخرى، صح؟ فتفيدك الإينام بسبيشال داتا بهذا النوع من الداتا. كذلك انه انت عندك مثلا الدايركشنز، اذا فكرنا بالاتجاهات شرق، غرب، شمال، جنوب، راح نحس انه ما في عندك اكثر من هاي الداتا لهذا للداتا المعينة، يعني انه الإينام هنا تفيدك انه تثبت عندك الاشياء اللي تريدها، تريد المستخدم ما يتجاوزها او تريد الابليكيشن ما يتجاوزها او ما يعطي اقتراح عليها. لان عندك مثلا ايام الاسبوع عندك من السبت للجمعة، يعني خلاص يعني ما عندك اكثر من هذا، فممكن يفيدك الإينام بهذا النوع. بمعنى هي تحتوي على ثوابت محددة، أوكي، تحتوي على مجموعة ثوابت محددة. طبعا الإينام الفوائد مالتها، منها عندك الإينام تفيدك كالسيفتي من الاختراق، يعني مثلا أنه لو في واحد يحب أنه يعمل إنجكشن للداتابيز أو يحاول أنه يضع أشياء هي أصلا غير موجودة، أوكي، أو يعطي اقتراح غير موجود، ما ممكن عملها لأنه هي محمية بالإينام. الإينام تطلب من عندك 1، 2، 3، 4 أشياء موجودة في داخلها، إذا خلاص أكثر من هذه الأربعة أشياء ما ممكن إضافة الشيء الخامس. الإينام ممكن تفيد بحالات السويتش، سهلة جدا استخدامها بالسويتش. كذلك ممكن استخدام الإينام في الكونستركتور والميثودز. زين، إذا حبينا نأخذ مثال على الإينام، خلينا نشوف التايم 3 minutes excellent، معناته أنه إحنا نقدر نعمل مشروع. Right click new Java project، حنسميها enums. طبعا دبل اس انا وضعت لها حتى ليصير عدد تشابه مع جافا، حتى لا يعملنا مشاكل. لو حبينا نعمل a simple فشي بسيط عن الإينام، طبعا نعمل new. لاحظ الجافا 8 الحلو بيها انه قام باضافة الإينام اوتوماتيكيا، بمعنى انه انت ممكن تعمل الإينام اوتوماتيكيا. لاحظ هنا اعمل cancel، right click new، اختار الإينام. لاحظ عندك الباكج، عندك كلاس انترفيس إينام. لما اختار الإينام حيطلب من عندي انه شو هو الإينام اللي انا بدي اسميها. مثلا نسميها الإينام، اوكي، احنا شو اللي نقدر نسميها، خلونا نسميها الويك، اوكي، طبعا ويك بهذا الشكل، بمعنى انه احنا راح نضع فيها الايام الاسبوع. هذا أول شيء في الإينام. زين، add I think from here. لا، أوكي، أعمل له أوكي للإينام. نلاحظ إنه هو عمل لنا الإينام. أو ممكن إنه أنت تعمل كلاس منفصل أيضاً، طبعاً right click، ممكن نعمل له ممكن نعمل له كلاس منفصل. هذا الكلاس فيها المين، أوكي، الميثودز أيضاً، حنعمل له finish. بالحالة يكون عندنا في كلاس منفصل وفي عندنا الإينام أيضا منفصل. لاحظ الإينام أيضا public إينام week، وفيك تكتب أنه رأسا تكتب الإينام
ما حاجة للبوبليك، لكن يستحسن عفوا تضع البوبليك فيها. بالإينو مثلا ممكن أعمل فد مجموعة أشياء، إنه شو اللي أعملها مثلا، أوكي خلونا نعمل أيام الأسبوع مثلا ساندي فاريزا، موندي فاريزا، عندك عندنا تيوزداي اوكي فاريزا، اذا خطأت عادي اوكي مو لا وينزداي دي سايلنت داي، ثيرزداي فاريزا، فرايدي ايه عندنا ساتردي. جميل، بالحالة انا وضعت الايام الاسبوع بالكامل في داخل الاي نام، لاحظ حرف الاي ايضا ظهرت على الكلاس. ساندي موندي تيوزداي وينزداي ثيرزداي فرايدي ساتردي، هذا هي الايام. طبعا انا عملت باللغة الانجليزية لان هي تبدأ بالساندي، احنا العرب نبدأ بالساتردي. اوكي نرجع للمين، اذا انا وضعت الاينام في داخلها، حددت الثوابت اللي ما يتجاوزها المستخدم، بعد ذلك ارجع للمين كلاس. في المين كلاس ممكن اعمل مثلا فور، هذا الفور يكون for each. اوكي for each الاينام اسمه week صح، for each week للw. اوكي for each week للw حيكون الweek، لاحظ الاينام ده تلاحظ الweek dot في عندك لاحظ كم دوت، لاحظ بيظهر لنا كل الثوابت طبعا الموجودة في داخلها. في عندنا ميثود نستفاد من عندها داخل الإينام اللي هي الفاليوز، بمعنى أنه راح يدخل في الإينام ويقوم بحساب الفاليو. هنا نعمل سيستم دوت out dot print line ونكتب في داخلها الw اللي احنا بدنا. خلينا نعمل run نسوي تيست نشوف النتيجة في الانام. great Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday. اذا اخذنا فكرة انه ممكن احنا نحدد الاشياء اللي نريد المستخدم ما يتجاوزها، ما يطلع عنها، ما يخرج عنها. فإذا ممكن إنه أنا أستخدم الإينام في تحديد أشياء ثابتة. طبعا هذا مو فقط للأيام الأسبوع، أنت ممكن فيك تستخدمها لأشياء كثيرة، أغراض كثيرة. مثلا في عندك مشروبات، مثلا 3 مشروبات فقط عندك، أكثر من هذا ما حد تتجاوز، فيك تستخدم الإينام. الإينام سريع جدا لأنه حيكون فيها المحتويات اللي أنت تريدها وصغير، فممكن تستخدمها. لاحظ احنا استخدمناها في الفور إيتش، أنه الويك لاحظ ما عملنا أي أوبجكت في داخلها، أوتوماتيكيا احنا طلبنا الويك، والويك للفاليو للإينام لاحظ هو معرفة كإينام. وعملنا سيستم أوت برينت، لاحظنا أنه قام بطبع المحتويات. إذن هذه هي فكرة بسيطة من الإينام. بالنسبة للفاليوز، الفاليوز هي ميثود، الفكرة من عنده أنه يرجع لك القيم على شكل array، أنه بمعنى أنه الإينام حيتعامل مع الإينام تعامل الأري. لهذا لاحظ أنه نال for week للإينام w week dot values، هذا الميثود الفكرة من عنده أنه كل الأشياء اللي يحتويها الweek حيعرضها الإينام، حيعرضها على شكل array، وحيعرفها على شكل array اللي تحتوي على values اللي موجودة Monday Sunday Monday Tuesday وإلى آخره. هاي هي الفكرة من الميثودز values. time 9 minutes، نوقف هنا، نكمل الدرس القادم، مع السلامة.